ننتقل إلى أداء البورصات المصرية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنهاية تعاملات اليوم، وأيضا ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بأكثر من 17%، وصعود أيضا في EGX 100 بأكثر من 0.5%، ليصل لمستوى 3488 نقطة. وبلغت قيم التداولات على الأسهم المقيدة 1.560 مليون جنيه. أما على مدار الأسبوع فتباينت المؤشرات، ليهبط المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة مقابل ارتفاع في المؤشر السبعيني والأوسع نطاقا أيضا، وليغلق رأس المال السوقي عند 707 مليارات و887 مليون جنيه.